كل الشكر ليك يا استاذ ابراهيم. طبعا برحب بحضرتك وبرحب بالكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود صبري، وطبعا برحب بزميلتي العزيزه سلا حامد. كل التحيه ليك يا استاذ ابراهيم، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يا استاذ ابراهيم زي ما حضرتك قلت، احنا موجودين في معهد الموسيقى العربيه، واحد من الاماكن التراثيه اللي بنعتز بيها وبنفتخر بيها في مصرنا الحبيبه النهارده، لمنح اثنين من ابناء النادي الاهلي العظام والقامات الكبيره في المجال الرياضي اللي أثروا الحياة الرياضية وكانوا نموذج للعطاء، هو طبعا الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى. وزي ما جماهير النادي الأهلي كتبت وقالت: من شيوخك اكتسبنا مجدنا، وبشبابك احتفظنا باسمنا. هو ده المجد اللي احنا بنعتز بيه، وهو ده المجد اللي احنا اكتسبناه من قامات كبيرة جدا. أعتقد يا سلا النهاردة نموذج كبير جدا للعطاء دكتور حسن مصطفى الكابتن حسن حمدي، ان النادي الاهلي بيمنحهم القلاده الذهبيه كاعلى وسام داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي. اكيد يا فاروق، طبعا برحب بيك في البدايه، واكيد برحب بيك يا استاذ ابراهيم والكاتب الصحفي طبعا الاستاذ محمود صبري، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت بالفعل يا فاروق، حاليا احنا متواجدين داخل معهد الموسيقى العربيه، ويمكن كلنا متواجدين هنا واحنا حاسين يعني بفخر كبير جدا طبعا بسبب انتمائنا لكيان كبير طبعا زي النادي الاهلي. يمكن النهارده ان شاء الله يعني الاحتفاليه الكبيره والحدث الكبير، تكريم طبعا اثنين من رموز واساطير النادي الاهلي الكبار، يعني سواء طبعا يعني كابتن حسن حمدي او الدكتور حسن مصطفى، وطبعا يعني مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هيمنحهم النهارده ان شاء الله قلاده النادي الاهلي الذهبيه، تقديرا لعطائهم الكبير طبعا على مدار السنوات الماضيه داخل جدران النادي الاهلي. يمكن طبعا خليني فاروق اقول لك في البدايه، واقول لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد لاستاذ ابراهيم وضيفه الكاتب الكبير طبعا الاستاذ محمود صبري، انه النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يعني يوجه دعوه كبيره او دعوه يعني بشكل رسمي لي يعني الكثير من الحضور، يعني طبعا سواء يعني عدد كبير من وزراء السابقين والحاليين على راسهم طبعا معالي الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكمان يعني النجوم السابقين ورؤساء يعني الاتحادات الرياضيه، كل دول النهارده ان شاء الله هيكونوا متواجدين النهارده في الاحتفاليه وفي التكريم لاثنين من يعني اساطير النادي الاهلي، دكتور طبعا حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي. بالفعل زميلتي العزيزه سالا حمد، النهارده يوم في حب النادي الاهلي ويوم اعتراف بالجميل للاثنين الاساطير والقامات ونماذج العطاء، سواء الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى. وزي ما استعرضت الزميله العزيزه سالا حمد في ان النادي الاهلي وجه دعوه لعدد كبير جدا، زي ما استعرضت سلا للوزراء السابقين والحاليين، ايضا تم توجيه دعوه لعدد من رؤساء يعني الصحف وايضا القامات الاعلاميه والصحفيه والقامات القانونيه، وايضا توجيه الدعوه للمهندس سيف الوزير رئيس مجلس اداره شركه الاستادات، والاستاذ او الكابتن محمد المرجان العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه الاستادات، ايضا موجود المستشار محمود فهمي اول من منح القلاده الذهبيه للنادي الاهلي. يا سلا يوم بيبقى يوم مهم جدا لينا ان احنا بنفتخر وبنعتز بانتمائنا للنادي الاهلي. ايضا يا استاذ ابراهيم النهارده هيقدم الحفل النهارده اللي هيبقى فيه فقرات كتير جدا متنوعه بنوعد بيها كل جمهور النادي الاهلي، واحد من كباتن النادي الاهلي هو الكابتن احمد شوبير. اكيد يا فاروق، زي ما انت قلت النهارده ان شاء الله طبعا اللي هيقدم الحفله الاعلام الكبير والكابتن الكبير طبعا كابتن احمد شوبير. يمكن طبعا خليني يا فاروق اكلمك شويه طبعا عن تاريخ دكتور حسن مصطفى. يمكن طبعا دكتور حسن مصطفى طبعا واحد من ابناء النادي الاهلي ومن رموزه طبعا اللي اعطى يعني النادي الاهلي الكثير يعني داخل جدران النادي الاهلي على مدار يعني السنوات. يمكن طبعا خليني افكر الساده المشاهدين كمان وافكرهم يعني انه الدكتور حسن مصطفى هو كان لاعب يعني في الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي، وبعد ما اعتزل كان المدير الفني للفريق الاول لكره اليد، وبعد طبعا يعني ما انتهى من فتره التدريب كان يعني رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، وبعديها كان المشرف العام للجنه الاولمبيه المصريه، واخيرا طبعا وحاليا هو رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد من سنه 2000 حتى الان، يعني تقريبا نقول يعني 20 سنه لمده 6 دورات متتاليه. بالظبط يا سلا. يعني على الجانب الاخر الكابتن حسن حمدي القيمه والقامه الكبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي منذ ان لمست قدماه النادي الاهلي ودخوله النادي الاهلي في اوائل السبعينات، ثم يعني مرورا يعني تدرج داخل جدران النادي الاهلي من لاعب لمديرا للكره، ثم عضو مجلس اداره، ثم امينا للصندوق، ثم وكيلا، ثم اخيرا وليس اخرا وما زال للتاريخ بقيه وما زال للحديث بقيه، حينما تولى رئاسه مجلس اداره النادي الاهلي وحقق النادي الاهلي مع الكابتن حسن حمدي 25 بطوله
بطوله متنوعه ما بين بطولات محليه وبطولات قاريه، ووصل معاه النادي الاهلي للعالميه وتحقيق الميداليه المركز الثالث. نماذج للعطاء يا استاذ ابراهيم، النهارده النادي الاهلي بيكرمهم داخل واحد من يعني الاماكن التراثيه زي ما حضرتك استعرضت، والكاتب الكبير طبعا الاستاذ محمود صبري، نماذج للعطاء، وهو ده النادي الاهلي، وهي دي ابناء النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا بنقول عليه جيل بيتوارثها ومبادئ بتتوارثها اجيال بتتعاقب هذه الاجيال. احنا موجودين معاك يا استاذ ابراهيم لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق هالك.